مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا الان هذه الام اللي عندها الابن ديالها اللي عنده تقريبا دابا حاليا 12 سنه اللي ضربات شي طوموبيل وهربات والحاله ديالو صعيبه بزاف وما استفدتش من التعويضات ديال التامين، خاصه وانا حاليا يعني هو مضروب دابا ضربه خطيره في الراس ديالو. الام ديالو اللي كتصرف عليه وهي حتى هي الله يحسن عوانها، يعني من داك الشيء القليل يعني كتخدم ولا اللي كتجيب راه كتخسروا كامل على ولدها اللي من طريح الفراش، واللي كيف ما قلت لكم ما استفدتش بتاتا من التعويضات ديال التامين بعد هذا الحادث. هاك اختي، واخا شنو وقع لولدك؟ ودي انا ضربته كسيده في الطروبين، ضربته ولكن هو ضربنا الضرب ضربت كيفاش هو كان خارج لا كان خارج ضرب راجل وضرب امراه ضربهم عبش ضرب ولدي انا، ومني كنمشي انا المحكمه كيقول لي الدوسي ديالك ما كاينش، كنمشي للكوميساري كيفاش ضربهم تيعيطوا لي ها؟ تيعيطوا لي كيفاش تيعيطوا؟ لا انا حداه كنعيطوا لي الدراري قال لي ولدك راه مضروب. ديت كيفاش لقيتي الحاله ديالو؟ لقيتو مضروب، لا ضربو عاودو تخشى تحت الطروبينا، ديتو بحال هكا الدري كله مدكدك. كان اللي كان صايق شنو واش كان سكران ولا ها؟ لا في رمضان. فرمضان آه. السبب يعني تضرب الناس كامل فرمضان ما عاد قال لك كان معصب مع هذاك ومع مرته باه وكل شيء. ضربوه هرب. ضربوه هرب. حكا ديتو السبيطار، ديتو السبيطار قال لي غتمشي للميليزكو، ديتو للميليزكو قال لي هذا حاله دير خطيره بحال هكا، ديتو للميليزكو. من ديتو للميليزكو قال لي غيبقى في السبيطار يتعالج، راه سنين وانا كنعالجو وما بقاش بحال هكا شي واحد يوقف معايا وكلشي. دابا هو دابا شنو المشاكل اللي عنده؟ عنده مضروب في الراس، دار بحال هكا مضروب في الراس. شنو ديك الضربه واش مأثر عليه؟ مأثر عليه لا في القرايه لا كلشي، دابا راه عنده 14 عام ما كيقرا ما والو، كينعس في القسم. قال لي هذا العام غيدوز ونطردوه لك. عيطردوه من المدرسه قال لي ما بقاش وما عديش فين غنديه وانا. ما بقاش كيهضر ولا شنو؟ ما كيبقاش مضروب في الراس، ما كيبقاش عاقل شويه، ما كيبقاش بحال هكا، مرة يقول لك مزيان مرة يقول لك مضروب في الراس. شنو خصك كتشري لي انت الدواء؟ اه كناخذ الدواء ديال الراس، كناخذ الدواء وكنمشي نخدم عند الناس. راجلي ما خدامش، خدابة في الموقف، مرة يجيب مرة ما يجيبش، كنتعاون انا وياه على الكرا. مرة كنديه معايا كيقول لي العيال مابقاش تجيبيه بحال هكا بغيتي تجي جيب بوحدك. كنضطر كنمشي بوحدي وكنخايف عليه، كنقدرش نخليه بوحده في الدار. هو الوحيد اللي عندك؟ عندي هو الدريه بعقلها، والدري مضروب الراس ما خداش. كان صح سلام تدار الاكسيدون؟ اه كان كيلعب بحالو بحال الدراري. انا حاجه وحده بغيت الناس يعاونون على قضيه ولدي. انا بغيت، انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت انا ولدي يوقفوا معايا على قضيته. انا قال لي الدوسي هاكي خودي، كنمشي عند المحامي كيقول لك لا، كيقول لك هاك الدوسي ديالك وسينو وسمو سير خدي الدوسي ديالك وسيري. كنمشي للمحكمه ما كنلقاش الدوسي ديالي، كنمشي للمحكمه الاخرى ما كنلقاش الدوسي ديالي. في الاخر عطاوني الدوسي قال لي سيري. مع ديك غندير انا ما عرفتش كي غندير، بغيتك تعاونوني وتبقوا معايا. ساعدت لي ما استفدت من والو، ما استفدت حتى شي حاجه، ما استفدتش بحال ضربته بحال ما خديت لا تعويضات لا شي حاجه ما خديتها. هو دابا باقي مريض وخاص باقي نصرف عليه وكل شيء والعلاج وكل شيء. با ما خدامش با، انا كنجيبوها كنصيروها عليه، اللي كنجيبوها كيمشي حتى للمدرسه ما كيقرا ما حتى شي حاجه، هو ضعف في قرايته وكل شيء وعينيه حتى هو مضرب في العين. ما خديت حياته صعيبه، بغات انا يعاونوني الناس على عليه هو انا عندي المراره. اذا شنو بغيتي من الناس باش يقدروا يعاونوك معاك؟ انا بغيتهم يوقفوا معايا على قضيه ولدي، الله يسهل عليهم في هذا النهار، ديرهم بحال ولدكم بحال خوكم بحال كل شيء، الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير. انا تعذبت لا تتعذبت وحق الله، عرفتي كنجري من محكمه لمحكمه، راه عييت ولا تعييت وحق الله. وتجو تشوفوا حالتي وتشوفوا حالتي، هو راه ما قد انا باغا نجيب ما عندي كي غندير، كي بدا يغوت راسو مضروب ما كيقرا ما حتى شي حاجه. قال لي في هذا العام غنطردو لك، ما عندي فين غندي. دابا المشكل غنتشرد انا ولدي، ما خديت لا تعويضات لا والو،
ما خديت لا تعويذات حتى شي حاجه، باغا توقفوا معايا الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم.